Yo, what's up tout le monde, marhaba bikoum, c'est comme c'est Dracoant. Welcome to another video. Welcome guys, vidéo مهمه على الاخر. Welcome في فيديو مهمه على الاخر على خاطر في الفيديو هذه باش نحكيو على حاجات تخصكم انتوما بدرجه اولى. اش معناها؟ معناتها as you can see كما تفرجتوا وسمعتوا وتابعتوني على انستغرام ولا حتى على الباج فيسبوك وبروفيل بيرسونيل اللي we have guys a new sponsor اللي هو الفناك. So grâce à vous يا جماعه نجمت اني نولي امباسادور نتاع فناك في لي برودوي جيمنج ولي برودوي تيك الكل. بلغة أوضح نوريكم شنو عندهم هما دي برودوي، شنية حاجة اللي تمشي معاكم، والخير من هذا الكل كونسلتون يعني نجم نقول لهم حتى يجيبوا قطايع انتوما تستحقوهم وحاجات مش موجودة في تونس. تعرفوا لي فناك مولتي ناسيونال، يعني برشا برشا حاجات يكونوا مش موجودين في تونس ولا حتى موجودين ويتباعوا ما غير جارانتي تنجموا تلقاهم في الفناك. لذا آخر مرة مشيت عملت دورة غادي واخترت لكم حاجات هكا متوسطة تنجموا حسب طلباتكم حسب مسألتوني انتوما برشا انبوكس في كل دومين معين، حاجة في الفيجورين، حاجة في الصون، حاجة في الجيمينج، وان شاء الله اشاك فوا نحاولوا نقدموا حاجة تعجبكم انتوما والا تفيدكم انتوما. مؤخرا مازلنا كي عملنا تورنوا زاد نتاع الفناك تنجموا تعملوا طلة في الديسكريبسيون، عملنا تورنوا نتاع مورتال كومبا وفيفا 2021 على البلاي ستيشن 5، وغاديك وين بالله تحية كبيرة على الاخر الطفل اللي لعب مورتال كومبا. السيد سيبوزي فما 3 وينرز الاول والثاني والثالث، لكن اللي لعبوا له مورتال كومبا الكل ما ربح حتى واحد. حتى واحد مربح ديكو هو ربح بالكاش برايس الاولاني والثاني والثالث، هزها الكل وروح وخذ بون دشا من عند الفناك. لذا ان شاء الله نحاولوا كل شهر نعملوا فين موكي فناك. بريف من غير ما نطول عليكم خلينا نبدا لكم بالسيليكسيون اللي اخترتها لكم نتاع الشهر هذا نتاع فناك، على خاطر البارتنريا بيناتي انا وفناك باش تكون ان شاء الله على عام كامل، وكل شهر نختار لكم دي برودوي معينين حسب طلباتكم انتم بيان سور، ونحاولوا نعملوا عليها بريزونتاسيون خفيفه، مش باش يكون فول ريفيو بيان سور، لكن باش تكون بريزونتاسيون على لي برودوي الموجوده في الفناك، وبرشا حاجات ما كنتوش تعرفوا اللي هي موجوده في تونس اصلا، وبورتون موجوده بطريقه اوفيسيال. اول حاجه بدات لي انتباهي والحاجه اللي عجبتني على الاخر خلينا نبداو باللي فيجورين. لي فيجورين الموجودين في الفناك حاجه مانيفيك مزيان على الاخر، سورتو لي فيجورين نتاع دراغون بول زد. فريمون انا عندي خوف بالضبط جوكو هذا الترا انستنت، حاجه مزيان على الاخر. الديتايلز الموجودين في الفيجورين الوهر نتاع جوكو ودراغون بول زد اون جينيرال راهي حاجه خياليه. سو اذا كانك تلوج على فيجورين عندهم الشوا، سو اذا كانك تلوج على فيجورين التايم نتاعهم كبير صغير ولا متوسط الفناك هو لو بون شوا. فما دراغون بول، فما سون جوكو الترا انستنت، فما ولدو جوان كيف كيف لكن ما قاعدين تراو لهنا، فما برشا كوليكسيون مزيانه نتاع لي فيجورين. جوست انا اخترت كابتن خاطر مغروم برشا بدراغون بول، لكن سانو بيش فما برشا فيجورين اخرين المغرومين باللي فيجورين بوب. الحق تاع ربي ما نظمهمش، تحسوا فيجورينات صغار ماهمش كاملين، تحسهم يخصموا في الكاركتير. وعلى ذكر الكاركتير جبت لكم اقوى دراكارس، اقوى كاليسي واقوى دراكارس فيجورين بوب. اه نارك شعر على تحت الوهره نتاع الدراغون وكاليسي وكل تفرج معناها. برشا برشا فيكم مغرومين باللي فيجوري بوب، انا ما والله دراغون كان جات دراغون وهي جات كاليسي تاعها دراكارس. الفيجورين هذه بالذات مازالت موجوده في الفناك، تنجموا تمشيو تشريوها، اسوام ياسر ياسر طياره، فما برشا دي بوب فيجورين اخرين موجودين غاديكا وبرشا حاجات اون اريفاج. تنجموا تحطوا لي في لي كومنتير شنو ما انواع لي فيجورين اللي تحبوا تجيبوهم، من انا انيمي، من انا مانجا، ولا من انا جو فيديو، والا فيلم والا غيره. لي بوب فيجورين زاده كيف كلكو سوا الكبار صغار اي حاجه. جماعه الفناك راه باش يتفرج في الفيديو هذا يعني عليكم باللي كومونتير. برجو ليا باش نخلي لو مايور بور لا فان باش نحكيو على الجيمنج. اخر حاجه كيكا هاكا ختام مهم سكوفا زيت. ثاني حاجه نحب نحكي عليها هي لا مارك جي بي ال والسون اون جينيرال. حبيت نختار لكم المره هذه في السون، راه عندهم برشا دي مارك اخرين كيف سوني كيف غيره، لكن حبينا ناخذوا لا مارك جي بي ال اللي ديجا معروفه على الاخر بالكواليتي نتاعها بالسون نتاعها برشا برشا حاجات. لذا اخترت اني نختار من كل حاجه قطعه. عندك الكاسك هذا جي بي ال سمارت فيه دي زوبسيون ياسر عالميين، ومن احسن الحاجات اللي لقيتهم غادي هو الكاسك جي بي ال هذا اللي يصلح لبرشا حاجات، كيلكو سوا لونترينمون ولا باش تسافر لونتراجي ولا لي زوبسيون اللي فيه ما تلقاهمش في لي هيدسيت وايرلس. اون بلوس في ايزوليسيون سونور عالميه. يزيش نهار كل يعيط وزيد مش مخلصني. كادرور سمعتك راه سمعتك اسمعني يا الفاز نهارك منقوب. بالرسمي ريتو لافونتاج موجود في الكاسك هذا، والله اوبسيون عجبتني على الاخر على الاخر. داير باش ناخذوا الكاسك هذا فناك، الكاسك هذا ماهيش باش نرجعو، عجبني باش ناخذوا. في اوبسيون ياسر مزيانه كي تخرج تعمل في فوتينغ في الكياس في باكور دو سونتي ولا اي حاجه ولا حتى على بسكليت على ترونتينات تنجيوها من بعض. الكاسك هذا فيه فيتشر عالميه اللي تخليك تسمع الصوت نتاع لونتوراج نتاعك اي او ميم طون تسمع الموسيقى اللي انت تسمعها. اغلبيه لي كاسك ولي زيكوتور كي تحطهم تسمع جوست الفنكه ولا ترسيلك
ظن بظن ولا ايكوتور بوحده بوحده باش نجم تسمع لونتوراج نتاعك واحد كيحكي معاك ولا كهربا زمرت عليك ولا كياس ولا وريفر فيتشر ياسر ياسر مهمه. زادة انك تعمل روحك قاعد تسمع في الغناء وتحط بوز وتنجم تسمع اللي حولك الكل هاوكا اعمل روحك مش لهنا تومونسيوني اللي السماعات ديجا الموجودين على جنب تكتيل يعني بمسة واحدة باغ اكزومبل نجم يعطيك لي نوتيفيكاسيون الموجودين في تليفونك نجم يعطيك الوقت نجم حتى تجاوب فوكال. اما سيد محترم يخدم في وسط جي بي ال هذا يبدا يحكي معاك ويقول لك راهي جاتك نوتيفيكاسيون انستغرام فيسبوك ميسنجر راهو دراكو بعث لك ميساج اسكو تحب تجيبه ولا دو يو وان ريبلاي ولا لا يعني بالرسمي لو كاسك ايديال لي زوتيليزاسيون نتاعك الكل. ثاني حاجة مهمة هما ليزيكوتور الوايرلس هذوما صغار جي بي ال الكاليتي نتاع الصون اللي فيهم حاجة عالمية نبدا نحكي مع الوالد في التليفون ولا مع الوالدة نسمعوا بالباز تي وينك شبيك تسمعها بالباز مش لعب يعني كاليتي الصون فيه ياسر طيارة الموسيقى للكول نتاعك ولا حتى باش تسجل حاجة فوكال ولا أي حاجة حاجة طيارة على الآخر اب تو 12 ساعة يشارجيلك ليزيكوتور نتاعك يعني نوصل مهم يشدوا شارج كي تشارجي أنت البوكس الصغير هذايا يشد لك حتى ل 12 ساعة ليزيكوتور نتاعك يعني دون فاسون تنجم حتى تسافر ونسيت نشكون نسيت شارجور ولا حاجه تهنى امورك هانيه مش باش يتيح لك شارج. الانبوت اللي فيه تيب سي يعني ديكابل موجودين بارتو حتى اون كاو نسيت شارجور تنجم حتى بشارجور تليفونك ولا باي حاجه اخرى يتشارج. توا صاحبي نتعداو للضرب الصحيح والجبليات الصحاح بولس فور بولس فور معناتها الدقه الرابعه ولا حاجه كيف هكا الجبال هذايا ولا في الاحلام هذايا بالرسمي ماستر بيس ريتو في الفناك تضربت فيه الحق تهرب بالرسمي ياسر ياسر مزيان ريتو في الفناك وهبط ديجا برشا ستوريات على الانستغرام باي ذا واي نتعاونكم شو تعملوا لي فولو توا توا في الانستغرام خاطر ممكن نعمل جيف واي جماعه الفناك نجم نعمل جيف واي لذا باش تشارك لازمك تفولوني على الانستغرام مش نقول وقتاش اما باش تربح هكا الوقت القطعه ذي ياسر مزيانه اتس بيوتيفول حاجة عالمية هبطتها ستوري على الانستغرام برشا عباد قلتوا لي شنو هذا؟ هذا شنو؟ قلت لكم راهو جي بي ال كاليتي صون فيه ساعة ترعب مي شنو نحكيو على الباز على الكليريتي نتاع الصون حاجة مانيفيك لكن فيزويلمون السنكرونيزاسيون نتاع لي ليد لايت الموجودين على الغناء حاجة مش نورمال كما قاعدين تراو توا في التصور تنجم تحط مود الياتوار تنجم يوريك الجوج نتاع الشارج حتى كي تشارج ولا لا الفوليوم الكونيكسيون بلوتوث في تليفونك ولا اي قطعه اخرى يعني بالرسمي حاجه مزيانه خليكم تتصوروا اذا كان هزيتوا القطعه هذه في كامبينغ تبدا الدنيا ليل وهكا على نار وفازيت ويبدا حطوط في الوسط يعمل 66 كيف باش نتعداو توا الخوه صغير اللي ديجا يجي معاه كاش صغير اللي هو ذا الكاش خوه صغير مش بعيد عليه برشا في السوق مش بعيد عليه برشا زاده في الكواليتي اصغر في التاي صحيح برجولي الاخر اشب برشا الاخر صحيح اغلى في السوق لكن ازين منه برشا جي بي ال فليب 5 انتي مي انتي غابرا انتي متر اما موش انتي كاس شو تضربوا بيه صحابكم شارجو تيب سي شت برشا وقت في الشارج بلوتوث تنجم تكونيكتي باي سمارت فون بيان سور فيه بوند نتاع ليد لايت صغيره وبيان سور لي كوموند نتاع الفوليوم اب وداون بلاي وبوز والكونيكسيون بلوتوث وبيان سور الباور اون والباور اوف وخساره كان جاي هذا يجيب الكاش نتاعو تجي مزيان على الاخر بعد ما كملنا من الصون يتعداو الحاجه مهمه برشا ليكم برشا عباد يسالوني دراكو شنو لازمني ماتريال نحب نولي نستريمي العلات بركلا بما فيهم انا انسبيرينا برشا عباد باش يبداو في دومين ستريم كمهنه ولا كخدمه كسورس دارجون ولا حتى كباسيون انت مغروم بها لذا باش تبدا تستريمي بيان سور مش كيفاش تبدا هكاك لازمك شويه قطايع تشريهم باش نجم تبدا ستريم تاعك فما لو مينيموم تاع قطايع كيف الويب كام كيف الميكرو هما اهم حاجات لازمهم يبداو موجودين عند ستريمر لذا اخترت لكم الباك الصغير هذايا البادجت نتاعو الحق تاع ربي متوسط على الاخر يعني لو بادجت نجم تقول على خاطر هذو مزوز موجودين بسومه عالمي على الاخر تلقاهم في الفناك الويب كام والميكرو هذوما تنجموا تبداو بيه الستريم نتاعكم بيان سور مش نقول لكم خذوا كاسك جبال ولا غيره تنجموا حتى تبداو بديزيكوتور ولا دي كاسك صغار اهم قطعه هي الويب كام الويب كام هذيا فيها ديجا ميكرو انتجري فيها النويز كانسليشن فيها المانيوال فوكس عليك انت والكاليتي اللي فيها ياسر مزيانه يعني تنجم تبدا تستريمي بالرسمي لو بادجت عندك تصويره واضحه ومزيانه وفيها حتى ميكرو انتجري على ذكر الميكرو يا جماعه ذا ساوند از مور امبورتنت ذان ذا ايمج الصوت مهم على الاخر ساعات نعرفوا الكونيكسيون اللي عندنا في تونس عالميه على الاخر ساعات يبدا فما شويه لاك فما كذا لكن دو بريفيرونس حتى كي باش تايح في البيتريت وانت تستريمي على بي اس دو بريفيرونس الصوت يبدا واضح وكلين لذا كي تنفستي في ميكرو محترم يساعدك على الاخر في الصوت نتاعك هذا مش ميكرو كاسك ميكرو يتحط وحده على ستاند نتاعو يتباع كونيكسيون نتاعو فيا بور يو اس بي فيه نويز كانسليشن ستاند نتاعو مصنوع من الميتال وبيان سور تنجم توجهه في الديريكسيون اللي تحب عليه انت يعني الباك هذا اللي اخترته لكم اللي هو
الويب كام والميكرو هذايا باك ياسر يصلح للستريمرز للبيجنرز اللي مازالوا ماهوش مستانسين بالستريم وحبوا يدخلوا في دومين ستريم حبوا يعتنقوها كمهنه ولا حتى يوتيوب على غيره. الباك هذا محترم على الاخر ولو بادجت راهو موجود في الفناك فناك تونيزي جوست بجنب كارفور المرسى موجود غاديكا راهي كونتيتي ليميتي يا جماعه بروميير فينو بروميير سيرفي سو اذن براحك برا نمشي عامل طاله الويكاند هذايا باش نعرف تخلط على الباك المزيان هذايا. نتعديو للجيمينغ وما ادراك من الجيمينغ اخترت لكم حاجات سالتوني عليها برشا حاجات مهم ستوندار ما تلقاهمش كل يوم ما تلقاهمش في كل بلاصه. الحاجه الاولانيه سيدك بن سيدك هي الكاسك في ار بلاي ستيشن في ار تاع الفيرتشوال رياليتي اللي تنجم تلعب بلي جو في ار تكونكتيها مع البلاي ستيشن 4 راهي كومباتيبل على البي اس 4 اي نو با البي اس 5 كلكو سو عندك بي اس 4 فات سليم والا برو البي اس هذه كومباتيبل معها. الحاجه اللي عجبتني على الاخر ما يعطيكش الفي ار هاو يعطيك معاه ميجا باك اللي معاه جو 2 3 4 5 جيمز خمسة جوات اون في ار منهم ريزيدنت ايفل 8 بايو هازارد 8 تعيش الرعب او مش ترو دي اون في ار معناتها تقول على روحك من الرعب. الحق تعرف بما صبتهاش ريزيدنت ايفل وما نحبش نلعبها في ار وما عادش نحب نعاود نلعبها لعبتها لايف ستريم اكا ويزي اما كيك مغروم بالسبور فما جولف فما استرو بول جو زاده مزيان على الاخر ديفلوبي باغ سوني موجوده في الفي ار وفما بيان سور بلاي ستيشن في ار وورد برشا جوات موجودين غاديكا يعطيكم معها الكود فما فوتشر في كيما الكود تكتبوا في الكونت نتاع البي اس تاعك وغاديك وتنجم يوليو عندك 5 جو في ار انتجري ديجا مع الباك هذا. حاجه مزيانه على الاخر تجيك ديجا معاها الويب كام انتجري معاها مع خمسه جوات والفي ار كامله باك مزيان على الاخر وعالمي. مازلنا في الجيمنج يا جماعه خلينا نحطوا هذه لهنا نحكيو عليه من بعد باش نحكيو على الفولون وما ادراك ما الفولون. الفولون برشا عبيد مغرومين بنيد فور سبيد مغرومين حتى بجيتيا تنجموا تسوقوا بالفولون برشا جوات اخرين. الفولون حاجه موهره حاجه ياسر مزيانه ونحبوا الناس الكل اللي تلقاه اللي مازال مينور وما نجمش يسوق ولا ما عندوش البيرمي تنجم تعمل لهم كالفازات هذوك ذا سيمي رولينغ ذا هيتينغ والفازات الكل. اخترت لكم الباك هذايا نتاع الفولون فيه اكسيليراتور وفيه بيان سور الفرام نتاعو مش لا مارك لوجيتيك مش هيك الغاليين بالكل حاجه بالرسمي لو برايس على الاخر الباك اللي اخترته لكم الكل بريس كلهم لو برايس باش نجموا اغلبيه العباد تنجم تشري وتنجم تستمتع بالمتعه نتاع الجيمنج. الباك هذايا كما قلت لكم معاه فولون معاه اكسيليراتور ومعها فران معناتها احسب روحك بديت بكهرباء اوتو سي با غراف مش لازم بواد فيتيس ولا غيره. القطعه هذيا كومباتيبل على البلاي ستيشن 3 وعلى البلاي ستيشن 4 يعني اذا كان عندك بي اس 3 مازال ما عندكش بي اس 4 تنجم تشري القطعه هذيا طلب عليها الليجو الكل كيف بلور كيف نيد فور سبيد كونتيتي ليميتي يا جماعه كونتيتي ليميتي بالرسمي تمشي وتجري وتوا تاخذوه الباك هذا واللي باك الكل. اخترت لكم حاجات بالرسمي مش موجودين برشا وريت لي نحكي فيه الكل شباب الكل اوفيسيل الكل افيك غارونتي واللي تحب عليه الكل. اقل مشكل تصير في اي قطعه من القطايع عندك سيرفيس بريفونت عالمي يستنى فيك اما لا قدر الله هذا بيان سور نحكيو اما ان شاء الله القطعه نتاعك تكون في احسن اتا وتستمتع وتفرقع مواهبك وتعملها من الكل. نزيدكم قطعه اخرى مزيانه نتاع ديكور اللي هي لو جولاك جماعة اللي تلعب فيه كول اوف ديوتي وور زون بعد ما تموت يبعثوك في بلاصه تطلع تخ ان في ان انت واحد هذه هي البلاصه اذا كنت ديما تموت تنجم تشريها القطعه هذه مزيانه ديكوراتيف مزيانه تخدم بكابل والا بالبيل تشعل كلها ديكوراسيون ياسر ياسر حلوه تنجم تشريها تزينوها في الجيمنج روم تاعكم كان ناوي نهار تزين الجيمنج روم تاعك وتلاوج على قطايع نتاع جيمنج ولا غيره. القطعه هذه ايديال جموع المغربين بكالوف ولا بالديكور اون جينيرال تنجم تعلقها تنجم تحطها فوق اليونيتي نتاعك تنجم تحطها في اي بلاصه خفيفه على الاخر لايت وفيري مزيانه. قلت لكم اون غارد لو ميور بور لا فان صحيح جيمنج حاجه مش نورمال بيان سور لكن فما حاجه فاني على الاخر اللي هي ترونتينات. انا في صغري ما شريت ترونتينات ركبت لي توا شعري شاب نحب نشري ترونتينات فما ترونتينات الكتريك يا سيدك بسيدك فيها فار وفيها فيتيس فيها فران وفيها اكسيليراتور وفراما زاده بسقيك من تالي حاجه عالميه اب تو 20 كيلومتر بار توصل حتى ل 20 كيلومتر في الساعه تمشي بالشارج اكسيليراسيون ياسر مزيانه اذا كان بيان سور تحب تفيس تبدا ماشي بالترونتينات ولبس الكاسك جبال وتعملهم وبيان سور كان تحب تبدا تمشي بترونتينات وقت اللي يومك وبوك بالله جيب باكيت برا جيب لنا درا شنو درا شنو تنجم تهز ترونتينات تقول لهم نو بروبلم. حاجه مزيانه على الاخر ترونتينات يا جماعه كما قاعدين تراو الانسان الموهر على الاخر اللي قاعد يسوق فيها معناتها بالرسمي انا زايد فيها شطر الترونتينات هذيك الفيتاس تاعها يوصل 20 كيلومتر بار اور كاسك جبال برشا وهره برجوليه برشا وهره ما نجمش نزيد نصور اكثر فوتوج اكثر من هكا خاطر الكاميرا قالت لي اتس تو ماتش تو هاندل ماني تو فوالا يا جماعه لهنا وصلنا لاخر فيديو ما تنساوش باش تتبعوني على الانستغرام هاك اللينك ان ذا ديسكريبشن تابعوا الباج فلانك زاد البلاج
صيف قرب حتى الباج اوفيسيال نتاع الفنانك تلقاها في الديسكريبسيون يا جماعه. فولو ذيم تلقاو برشا برودويات برشا دي جيف اواي وبرشا دي زيفينمون كيف كيف جايين. اهم حاجه حطوا في لي كومونتير شو ما القطاع اللي تحبوا الفنانك تجيبها. نعاود لكم حطوا لي في لي كومونتير حاجات موجودين البرا تحبوا الفنانك تجيبها في تونس، حاجات نحنا نقصتنا في تونس كبلاد، حاجات في الجيمنج وغيره. وراني قاعد نحاول لو ماكسيموم بوسيبل اترافير الفنانك ولا في العالم تاع الجيمنج في تونس ان نقدموا بالجيمنج خطوه بخطوه في هاردوير في السوفتوير في الايفينمونات في الاي سبورت وغيره من الحاجات. سو فول سبورت شباب، فرقعوا لايك بتن وفرقعوا سبسكرايب بتن. سينو سي يو جايز ان ذا نيكست فيديو. باي باي ورمضانكم مبروك كان تفرج فيديو هذا في رمضان وصحه شربتكم كانكم زدت وسبسكرايب كانك عازقوا.